السلام عليكم. يقول صاحبنا: كنت متزوجا وكانت زوجتي قصيرة القامة وضعيفة البنية مقارنة بي، أما أنا فقد كنت أتمتع بطول فارع وعضلات كثيرة، فقد أعطاني الله سبحانه وتعالى جسما رياضيا ضخما، ولأن زوجتي كانت قصيرة كنت أضع لها المقالب كثيرا، فأحيانا أقوم بالاختباء ثم أفسعها، وأحيانا أسرق منها دفتر يومياتها وأقوم برفعه عاليا حتى لا تتمكن من الوصول إليه نظرا لقصر قامتها، وأحيانا أقوم بإزعاجها وهي تشاهد التلفاز أو تطبخ العشاء. لقد كنت مستمتعا بإزعاجها كثيرا، فأنا أحب رؤيتها وهي تحاول النيل مني ولا تستطيع ذلك. أما بالنسبة لها كانت في البداية مستمتعة بذلك، إلا أنني لاحظت أنها أصبحت تشمئز من أفعال الصبيانية تلك. في أحد الأيام نهضت باكرا من أجل الذهاب إلى العمل، فوجدتها تحضر الفطور، فقمت بإفزاعها كالعادة، ثم قالت لي بنبرة خوف شديدة: هذه المرة لن تجدنا عندما تعود إلى المنزل مساء. ظننت أنها تمزح معي، فهي كل مرة كنت أخيفها كانت تهددني بنفس الطريقة. وعند عودتي مساء إلى المنزل ناديتها فلم ترد، وكررت ذلك مرارا ولكنها لم ترد. بحثت عنها في أرجاء المنزل فلم أجدها، وعندما وصلت إلى المطبخ وجدتها قد علقت ورقة مكتوب فيها: اعتني بنفسك فأنا لن أعود إليك أبدا. شعرت حينها أن ساقاي لا يطيقان حملي، أحسست بضعف شديد وبرودة مدمرة في كل أنحاء جسمي، وأصبحت أضعف مخلوق على وجه الأرض. أدركت حينها أن تلك الصغيرة القصيرة الضعيفة كانت مصدر قوتي وأنني لا شيء من دونها. أسندت ظهري على الحائط وجلست أبكي كطفل صغير فقد والدته. لم أرى في حياتي دموعي تنزل بتلك الطريقة قط، إلى أن لمحت شيئا يتحرك تحت مائدة الطعام وسمعت ضحكات خفيفة. نعم، لقد كانت هي، كانت تختبئ هناك. فاندفعت إليها بكل قوة واحتضنتها وأنا منهمر بالدموع، أما هي فقد كانت تضحك بشدة. وانقلب السحر على الساحر، وأدركت حينها أنني بدون تلك الضعيفة أضعف مخلوق على وجه الأرض.